من ذاك الجانب الأيمن وذاك الشط، هاي المحاذاة ذاك العدو. ورسالة نصر وبشرى نوجهها لأهالينا ببغداد وبابل وبكل المحافظات، المحور الأيسر انتهى بالكامل، وإن شاء الله ما بقى شيء أيام قليلة، بس يجينا أمر من القادات المشتركة بالعملية ونتحرك إن شاء الله على اليمين. ما بقى شيء إن شاء الله أيام قليلة. فعندنا مراصدنا الأمامية يراقبون تحركات العدو في كل وقت، ويتم معالجته في حالة مشاهدة أي عجلة أو أي مجاميع لعصابات داعش الإرهابية، يتم معالجتها من قبل مراصدنا ونقاطنا اللي في خط الصد. عالجه.